تمام كده يا دكتور، لو حضرتك حابب تبدأ دلوقتي كده تمام. تمام، أوكي، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في المحاضرة رقم 14 من محاضرات الـ Document Control and Information Management Course. النهاردة المحاضرة الأخيرة اللي إن شاء الله بإذن الله هنناقش فيها ثلاث موضوعات. أول حاجة الـ Document Types، إحنا طبعا خلصنا خلاص كل جزء ده، بقينا الـ Document Types وبقينا الـ Templates، وإيه الفرق ما بين الـ Submittal والـ Transmittal. تمام، حد فاكر المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت كنا بنتكلم في ايه؟ معلش، احنا كنا المحاضره اللي فاتت الاسبوع اللي فات ما كناش موجودين. الاسبوع اللي قبليه كنا بنتكلم على الديليفربلز. حد فاكر حاجه عن الديليفربلز؟ قلنا ايه اهم ديليفربل بيدي الكونستراكشن تيم للراجل بتاع اللي اسمه الكلاينت او للكاستمر اللي احنا بنتعامل معاه. يا شباب، هاند اوفر. تمام، هو بي هاند اوفر شويه اشياء للكلاينت. تمام، ايه اهم حاجه قلنا ان احنا بنعمل لها هاندينج اوفر للكلاينت؟ ان في واحده من اهم الحاجات ومن اكبر الحاجات اللي احنا بنعمل لها هاندينج اوفر للكلاينت، كل شيء يتسلم. تمام، الاسبلت، اوكي، دي واحده من الحاجات بس مش دي من اهم حاجه. دروينج مش اهم حاجه برضه، مانيوال ولا المانيوالز، كل اللي انتوا بتقولوه ده حاجات من ضمن الحاجات اللي بيتعمل لها هاندينج اوفر، العقود والتكلفه. تمام، يعني ايه دي اس ام اي ار؟ لا، مش دي الحاجات اللي احنا بنعمل لها هاندينج اوفر. احنا مش مذاكرين المحاضره اللي جايه، الاسبوع اللي جاي هتبقى المحاضره اوف، الاسبوع اللي بعدين ان شاء الله هيبقى الامتحان. تمام، عشان نكون متفقين. بس الاسبلت لا، قلنا اهم حاجه التيم بتاع كونستراكشن بيعملها هاندينج اوفر للكلاينت هي البرودكت، المبنى. من المبنى ده اهم حاجه واكبر حاجه بيتعمل لها دليفر للناس بتاع الاوبريشن عشان يبتدوا يشتغلوا عليه. تمام، بس مع الحاجات دي هو لازم يعرف ازاي يشغل المبنى، لازم يعرف ايه الفتحات الموجوده في المبنى، لازم يعرف لما يجي يعمل مبنى تاني جنب منه او يجي يعمل صيانه للمبنى ده او تحصل عنده مشكله من مشاكل في المبنى، ايا يعني كان مشكله تسريب، مشكله تكييف، مشكله اي مشكله من المشاكل دي، لازم يكون عنده اسبلت يقدر يتعامل معاه. فقلنا اول حاجه البرودكت نفسه بتاع المشروع اللي احنا بنعمله. تاني حاجه الاسبلت دروينج اللي هي اللي بتعرفه كل الدايمنشنز وكل الفتحات وكل اللايرز بتاعت الدروينج اللي استعملوها من اول المشروع لحد اخره. تالت حاجة بيسلموها المانيوالز بتاعت الإيكويبمنت الموجودة في المشروع، علشان الإيكويبمنت دي مهم جدا إن الناس تبقى عارفة تتعلم عليها وتبقى عارفة إيه هي، لو الصيانة بتاعتها كل قد إيه، الكتالوج بتاعها بيبقى عبارة عن إيه. مهم جدا التيم بتاع الأوبريشن يكون عمل تريننج على الإيكويبمنت دي عشان يقدر يتعامل معاها. تمام، إيه تاني؟ احنا قلنا خلاص كده اوبريشن اند مينتننس. كمان الوارنتيز لازم يبقى ما هو مسلم كل الشهادات، كل السيرتيفيكتس بتاعت الوارنتيز للكلاينت علشان يقدر الناس بتوع الاوبريشن يشتغلوا عليها، عشان لو حصل اي مشكله لاي اكوبمنت او اي معده احنا شغالين بيها في المشروع يقدر ان هو يشوف هي الضمان بتاعها ايه. طب الناس هتيجي تصينها، طب الناس هتيجي تبدلها، والدنيا دي كلها. تمام، هي دي الديليفربلز اللي احنا قلنا ان احنا بنسلم. طيب احنا ايه التايبس بتاعت الدوكيومنتس اللي احنا بنتعامل فيها في الدوكيومنت كنترول او في الكونستراكشن فيلد؟ ايه انواع الدوكيومنتس اللي احنا بنتعامل بيها؟ الدروينج. تمام، ايه كمان؟ يو كيو، اي ار، سبميتل، as built، MIR. تمام، RFI، technical. ايوه بالظبط كده استاذ محمد سليم بدأ يتكلم صح. technical and correspondence، RFI، materials، كل الحاجات دي اسمها technical documents. احنا عندنا اربع انواع من ال documents، من type of documents. تمام، اول حاجه technical documents، وبعدين
corporate documents وبعدين correspondence public and international standards. دي الأربع حاجات اللي إحنا بنتعامل فيهم في أي مشروع. أول حاجة technical documents اللي إحنا بنتكلم عليها دي اللي هي drawing, data sheet, specs, manuals, materials, كل الحاجة technical اللي إحنا بنستلمها ال contractor يبعتها للكونسلتنت للاعتماد, تمام, ان هو يعتمد التكنيكال دي. كل الداتا شيتس والحاجات اللي احنا بتبقى متداوله ما بين الكونتراكتور وما بين الكونسلتنت بتبقى عباره عن تكنيكال دوكيومنتس. دي اللي بيبقى مينلي بيبقى مسؤول عنها الدوكيومنت كنترول, ان هو بيوزعها, بيعملها ديستريبيوشن, بياخد عليها الموافقات, بيسلمها, بيستلمها. فده كل ده المين كور بتاع الشغل بتاعنا, بيبقى عباره عن drawing, داتا شيتس, باكس, مانوالز. طيب الكوربريت دوكيومنتس عباره عن ايه؟ اي دوكيومنتس مش تكنيك, يعني اي حاجه تانية مش تكنيك غير اللترز وغير التكنيك. زي مثلا ايه؟ زي مثلا الكومباني بولس. كومباني بولس دي مثلا حاجه دوكيومنتس احنا محتاجين ان احنا نعمل عليها كنترول, بس مش بنوزعها على بعض, مش بنستلمها وبنرجع نسلمها. بس يا ترى الكوربريت دوكيومنتس احنا بنقدر نعمل عليها كنترول ازاي كدوكيومنت كنترول؟ ازاي بنقدر نعمل على الكوربريت دوكيومنتس كنترول؟ تراكينج, دي طريقة من طرق الكنترول. تمام, ايه كمان؟ ريبورت. ايش ايه تاني؟ طيب احنا بنقدر نعمل كنترول على الكوربريت دوكيومنتس عن طريق ان احنا بنتاكد ان ده لاست ريفيجن موجود عندنا. لازم تتاكد ان الدوكيومنتس دي هي الاوريجينال, يعني الكومباني بوليسي ما ينفعش ان هي تكون متعلقه على اي حيطه من حيطان المشروع عندك وهي مش مختومه او هي مش ممضيه او هي مش الابديتد او هي مش لازم تكون الاوريجينال. ممكن تكون كوبي منها بس تكون مختومه ان هي كنترول كوبي. لازم تكون عليها الامضاء بتاعه البي ام او الامضاء بتاعه الدايركتور اللي هو المفروض ان هو يمضيها. لازم اتاكد ان هي اوريجينال او ان هي نسخه طبق الاصل من النسخه الاوريجينال اللي عندي. ما ينفعش ان انا استعمل نسخه درافت وابقى حاططها. فانا كدوكيمنت كنترول لازم اتاكد ان كل الكوربريت دوكيومنتس عندي تكون اصليه, تكون مختومه ان هي مختومه بختمه كنترول كوبي, تكون ابديتد, اكون انا قادر ان اعمل لها فولو اب على الريفيجنز المختلفه بتاعتي. فمهم جدا ان انا اعمل ده, لان دي اول حاجه بيبص عليها الراجل الاوديتور لما بيجي يعمل عليك اوديت. لازم يتاكد ان الدوكيومنتس اللي انت معلقها عندك في اي مكان في المشروع تكون فيها كل الشروط دي. فمهم جدا انت تبقى عارف تعمل لها فولو اب. لازم كمان يكون ليها سجل عندك انت متابع فيها الاصدارات بتاعتها. وارد ان هي تكون اتغيرت مثلا لاي سبب من الاسباب, استراتيجيه, المانيوالز مثلا, او المانجمنت ريفيو, اي حاجه من الحاجات دي ممكن تكون اتغيرت. فانت لازم تبقى متابع التغيير بتاعها ده وعارف ايه اخر ريفيجن اللي المفروض ان هو يتحط عندك, وتكون محتفظ بالريفيجنز القديمه في فايل موجود عندك. لان ما ينفعش ان انت تبقى عندك اخر ريفيجن 3 مثلا وانت عندك 0 و1 و2 مش موجودين عندك, او ما تعرفش عنهم حاجه, او ما تعرفش ليه احنا محتفظين ب3 بس. فلازم يبقى كل الاصدارات القديمه موجوده عندك محفوظه في فايل, بلس ان انت حاطط عندك معلق عندك على الحيطه في المشروع في مكان ظاهر في المشروع يكون متعلق عندك اخر ريفيجن, وتبقى متاكد ان هي ممضيه, ان هي مختومه, ان هي مختوم عليها كنترول كوبي. تمام, ايه بقى الكوربريت دوكيومنتس؟ قلنا زي الكومباني بونس مثلا, الاستراتيجي, المانجمنت داشبورد, الامبلوي انوال اوبجكتيفز, زي كل كونتراكت والاجريمنت اللي احنا بنمضيها, دي كلها بتعتبر ان هي كوربريت دوكيومنتس لانها مش بيس, يعني مش بتبقى تكنيكال فاحنا بنتداولها. احنا ممكن يتداولوها بس الناس بتاعه الكيو اس بتاعه الكونتراكت بتتداول الكونتراكت والاجريمنت والحاجات دي هي اللي بتتعامل فيها, بس مش كل المشروع بيبدا ان هو يتعامل فيها التكنيكال تيم زي ما احنا بنتكلم. طيب ايه كمان الدوكيومنتس اللي احنا بنتكلم عنها؟ نوع من انواع الدوكيومنتس اللي هي كورسبوندنس. ايه هي طريقه الاتصال بتاعه المشروع؟ هل احنا بنتكلم ان هي اللترز بس, او اللي هي الايميلز, ولا هي الفاكس؟ دي من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى لازم في المشروع بيكون محدد طريقه اتصال. لو احنا كنا فاكرين كنا اتكلمنا في الايزو ان انت لازم تحدد الكوميونيكيشن واي بتاعه المشروع, ان انت لازم تحدد نقاط الاتصال هتحصل ازاي, عن طريق مين هيتصل بمين, عن طريق هيتصل بيه ازاي,
الوقت ما يحب يطلبه هيطلبه بأنهي شكل من الأشكال، هيبقى بيتصل بيه ليه. تمام، فاحنا قلنا لازم تعرف هتكلم مين امتى علشان تبقى انت عاوز منه. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين كمان الحاجات دي، ضروري ان احنا نبقى عارفينها، وضروري ان احنا نبقى محددين من اول المشروع هو ايه طريقة الاتصال السهلة، لان وارد ان انت الاوفيشال كوميونيكيشن تكون متغيرة من مشروع لمشروع. ممكن مثلا في مشروع ما فيهوش انترنت، فمش هتقدر تخلي الاوفيشال كوميونيكيشن واي اللي هي الايميلز، ممكن تبقى الفاكس، ممكن تبقى اللترز، ممكن تبقى مثلا دي اتش ال، اي طريقه. فانت لازم تحددها من الاول. فمن ضمن الدوكيومنتس اللي هي مش تكنيكال وان هي مش تبع الكوربريت هي الكورسبوندنس، المراسلات اللي ما بين الجهات بتاعه المشروع. كمان عندنا البابليك اند انترناشونال ستاندرد، احنا لازم طبعا بيبقى عندنا دايما حاجه بنسميها الكود المصري للبناء او الكود المصري للانشاء. الاكواد دي مهم جدا ان هي تبقى موجوده وتبقى معروفه عشان انت تبقى عارف انت تشتغل بانهو كود في المشروع ده. هل هنا بيطبقوا الفيديك، هل بيطبقوا البي ام بي، هل بيطبقوا الايزو، لازم يبقى في المشروع عندك تبقى عارف انت بتطبق ايه. فمن ضمن الدوكيومنتس اللي هي برضو مش زي نفس الانواع اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هي البابليك اند انترناشونال ستاندرد زي الايزو زي الفيديك زي كل الحاجات دي، وتعتبر من ضمن الدوكيومنتس انواع الدوكيومنتس المختلفه. طيب التمبلتس، احنا دلوقتي بنتعامل في تمبلتس طول الوقت، يا ترى ايه الفرق ما بين الدوكيمنت والتمبلت؟ هاي يا جماعة، ايه الفرق ما بين التمبلت والدوكيمنت؟ انا امتى اقول ان الورقة اللي في ايدي، البيبر اللي في ايدي دي تمبلت، وامتى اقول ان هي دوكيمنت؟ contain document contain data، بالظبط كده، document after all process بتكون جاهزة من السيستم. فورمات مين بالظبط الفورمات؟ التمبلتس بتساوي نموذج. تمام، الخط. طيب التعريف بتاع التمبلتس ان هي عباره عن دوكيمنت بتبقى لا اما هي دوكيمنتس برنت اوت مختومه يعني، او هي الكتروني بتبقى فيها بيبقى فيها دا بيبقى ما فيهاش داتا، بتبقى جاهزه لان انت تتعامل فيها في المشروع بتاعك. انا ليه بيبقى عندي تمبلت؟ بيبقى عندي تمبلت لسببين. اول حاجه ان انا اوفر الوقت بتاع ان انا كل مره اجي ابتدي فروم سكراتش، يعني لو انا كل مره باجي اكتب جواب بقعد اكتب التاريخ وبكتب الجواب ده رايح لمين وجاي من مين والشركه بتاعتي اسمها ايه والمقاول اللي انا شغال فيه اسمه ايه والسبجكت، وهقعد اعمل فورماتنج لكل الكلام ده، كل ده هياخد معايا وقت. انا كل يوم هقضي مثلا 5 دقائق من وقتي في ان انا بجهز الجواب ده، انا لسه ما بداتش كمان في الكومبوننتس بتاع الجواب، او ان انا هطلع الريفرنس بتاعي، او ان انا احط الريفرنس. فده بيوفر وقت كبير جدا ان انت تشتغل عليه على المدى البعيد. طبعا انت بتاخد وقت طويل جدا في ان انت تحضر التمبلتس دي في اول المشروع، بس هي بتبقى اول مشروع وخلصنا. انما بالنسبه للداتا التانيه بيبقى سهل عليك قوي ان انت تعرف ان انت تتعامل بيها، انت تحط بس الداتا، يبقى عندك اماكن بس تدخل فيها الداتا بتاعتك. يعني انا مثلا مجرد ما بنبتدي مشروع تبتدي تعتمد بقى شكل اللوجات بتاعتك شكلها عامل ازاي، شكل الفورمز اللي انت هتتعامل بيها، كمان اللي بيحدد الفورم دي الراجل بتاع كونسلتنت هو اللي بيقول ان احنا هنشتغل بانهي فورم، او الكلاينت لو هو عنده فورمز معينه بيتعامل فيها فهو بيدي لك الفورم عشان تشتغل عليها. الفورم بتبقى فيها عباره عن اماكن فاضيه لان انت تكتب فيها الداتا بتاعتك بس، يبقى عندك ثابت عندك اسم المشروع ورقم المشروع والمقاول مين والاستشاري مين والكلاينت مين، كل الداتا بتاعت المشروع نفسها. وبتبتدي بعد كده بس كل ما عليك ان انت تكتب الريفرنس بتاعك، الريفيجن اللي انت هتطلع بيه الدوكيومنتس بتاعتك، بعدين التاريخ، وابتدي تكتب الديسكريبشن بقى والحاجات اللي هي التفاصيل الديتيلز اللي انت محتاج ان انت تكتب. فكل ده هيوفر عليك وقت وهيخليك ان انت تقدر تعمل ده بحاجه بسرعه من وبطريقه صحيحه وبطريقه معتمده، وان هي بتبقى كلها نفس الشكل، ما بتقعدش بقى انت المره دي طلعته بنوعيه الخط ده، في غيرك يجي طلعه بخط تاني، انت النهارده مالكش مزاج فما لقيتش غير الخط ده اللي موجود فهو ده اللي هتتعامل بيه. اولا بيخلي شغلك بروفيشنال جدا، بيوفر عليك وقت جامد جدا، وبيخليك ان انت تشتغل بفعاليه اكتر. طيب ايه انواع التمبلتس اللي احنا ممكن ناخد فيها؟ حد فاكر الشكل ده احنا خدناه فين قبل كده؟ حد فاكر السلايد دي اخدناها فين قبل كده؟
أو فاكر ده كان عبارة عن إيه؟ محدش فاكر. وثائق المشروع. تمام، احنا كل اللي احنا بناخده وثائق المشروع. فايلينج كان اسمه ايه؟ ستراكشر تشارتر. لا مش اسمه كده. فايل سوفت كوبي. لا خالص. كمبيوترايز سيستم. لا برضه. ده لو تفتكروا ده كنا بنتكلم عنه، بنقول ان ده الفايلنج اندكس بتاعنا. ايوه بالظبط، فايلنج اندكس. قلنا ان احنا بنكتب كل انواع الدوكيومنتس بتاعتنا في لاترز، او في عباره عن فولدرز كده، هننزلها في فولدرز اند سب فولدرز علشان توفر علينا الوقت والمجهود بعد كده في تنظيم الفايلات بتاعتنا. فاحنا كنا بنتكلم ان الفايلز دي لازم تبقى موجوده عندنا، لازم الفولدرز تبقى عندنا متقسمه على حسب السكوب بتاعي في المشروع على ايه. انا ممكن اكون كلاينت فمش بدخل في كل التفاصيل الفنيه دي، بس ممكن كمان اكون انا كلاينت مثلا، فبتعامل مثلا ايه في الكورسبوندنس، البروجرام، البيمنت، الكليمز، الحاجات دي. مش لازم اكون بتعامل في الترانسميتر اوف دروينج، في الريكوستنج فور انفورميشن، في الكلام ده كله. فانا ممكن اظبط الفورم بتاعتي على حسب ما انا عاوز. طيب هنبتدي النهارده ناخد التمبلتس اللي هي بنستعملها في البروجكت بتاعنا بالتفصيل. طيب هبتدي بس اشير لكم كده الشاشه بتاعتي. شايفين كده معايا الشاشة دي؟ طب اللي شايف الشاشة دي بس يكتب لي واحد. تمام، ده كده الفايلنج اندكس بتاعنا. طيب احنا كده قسمنا الفايلنج اندكس بتاع التقسيمة بتاعتنا زي ما احنا كنا شغالين: correspondence, contract documents, program, administrative, setting out, minutes of meeting, payment, variation order, claims, contract program, consultant contract progress report, consultant progress report, daily report, transmitter of drawing, site instruction, request for information, material submittal, shop drawing, mail transmitter form, attendance report, inspections, technical control report, as-built drawing, operational and maintenance manuals and warranties, closeout report, transmitter of documents, subcontractor approval, and آخر حاجة accident report. تمام؟ جوه كل حاجة من دول المفروض إن أنا أكون محضر التمبلتس بتاعتي. التمبلتس بتاعتي بتبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن جواب أنا بكتب فيه كل التفاصيل بتاعتي. إحنا قلنا هنا ده كان اللي إحنا أول حاجة كنا واخدينها دي. ده كان السيريال نمبر بتاع مش السيريال نمبر، كان اسمه إيه؟ الريفرنس بتاع اللترز اللي إحنا بنطلعه. قلنا أول حاجة نكتب بروجكت ريفرنس من مين لمين، السيريال سيكونس بتاعنا، وبعدين السبجكت. يعني هنا المفروض ان احنا ليه ما كتبناش ريفيجن؟ المفروض ان احنا بنكتب ريفيجن، ليه هنا ما كتبناش ريفيجن؟ يا شباب كده شغاله؟ بالظبط كده، جوابات ملهاش اصدار، هي ريفيجن بس بتبقى على ال documents. طيب انا هنا بحدد بقى مثلا بكتب ايه. طيب انا هنا بحدد letters head بتاعتي، بقول ان letter بتاعي، والله انا لما عندي نوعين من letters، نوع documents بتاعت العربي، وletters تانية letter head تاني بتاع الانجليش. تمام، بحدد، بحاول ان انا اكتب بقى الصيغه بتاعتي شكلها عامل ازاي، علشان يبقى سهل عليا ان انا اكتب اللترز بتاعتي. معلش مش هينفع اوريكم اللترز دي، بس خلينا نتكلم في بقيه الدوكيومنتس تاني. طيب احنا قلنا هنا الكونتراكت دوكيومنتس مثلا عندنا هنا بيبقى فيه تفاصيل كتير بقى هنا من الدوكيومنتس بتاعتنا، ببتدي اعمل لها تمبلت. هنا مثلا بالنسبه للحاجات الخاصه بالعقود، هتلاقي مثلا عندنا هنا الاجريمنت مثلا، او اللتر اوف اكسبتنس، اللتر اوف انتنت، كل ما يخص الجوابات، الاندرتيكنج سيرتيفيكت، كل ما يخص اللترز اللي خاصه بالكونتراكت،
بعمل لها تمبلتس واحاول ان انا اشيلها في الفولدر بتاعها لحين ما انا اجي استخدمها، علشان ابتدي ان انا اديها السيكونس بتاعها وبعدين احطها في مكان. تمام، نيجي بقى للحاجات التكنيكال علشان يبقى سهل علينا ان احنا نتعامل فيها. نيجي هنا مثلا لايه، للبروجرام في ابديت. قلنا هنا ان الفورمز هنا بتاعتنا بقى كلها عباره عن السكادولز بتاعت البيز لاين، وكمان هنا مش مسؤول الدوكيمنت كنترول ان هو يتعامل بالبرافيرا او بالبرامج دي، انت دايما بتبقى مسؤول عن الكفرز اللي انت بتتعامل بيها. فهنا بالنسبه للبروجرامز هنا مش هتلاقي فيه عندنا فول. بالنسبه للمينتس اوف ميتنج، احنا لازم يبقى عندنا المينتس اوف ميتنج تبقى انت مجهزها بالمنظر ده، يبقى عندك مكتوب السبجكت، اللوكيشن، مين اللي حاضر معاك الميتنج ده، النسخ اللي هتروح دي هتتبعت لمين، الديت، وبعد كده التمبلت بتاعت المينتس اوف ميتنج نفسها. هل انا هنا السيريال نمبر بتاع البوينتس اللي انا اتكلمت فيها، وبعد كده هنا الايتمز اللي حصل عليها ديسكشن، وبعدين الاكشن ده مطلوب من مين، مين المفروض هيعمل الاكشن ده، في الاخر مين اللي عمل المينتس دي والسيجنتشر بتاعه، وبعدين الديت اللي طلع فيه المينتس. تمام، الحاجات المهمه برضو ان انا يبقى عندي اتندنس ساين ان شيت، ان انا لما بحضر ميتنج ان انا يكون عندي يكون عندي شيت كده مسؤول ان هو كل الناس الموجوده ان هي تكتب في الشيت ده هي مين اللي حاضر، يكتب اسمه والسيجنتشر بتاعه والشركه بتاعته. في ناس كمان بتزود هنا الايميل بتاعه او رقم موبايله لو هم حابين ان هم يوصلوا ليه في حاجه. فمهم ان الفورمات دي والتمبلتس دي بتبقى جاهزه عندي من اول المشروع علشان ما تتغيرش، وبالتالي ما اضطرش ان انا اجي ارجعها في يوم من الايام او حد يتعامل بتمبلتس ثانيه. طيب برضو هنا التمبلتس بتاعت البيمنت بتاعت الاي بي سي والاي بي اي اللي انا بتعامل فيهم برضو مهم ان هي تكون جاهزه. انا يهمني ان انا اوريكم التمبلتس بتاعت التكنيكال عشان دي اكتر حاجه احنا بنتعامل فيها. في كمان عندنا هنا ده ايه، ده الريبورت، الديلي ريبورت مثلا. ده الديلي ريبورت مثلا التامبلت بتاعته، مهم جدا ان هي تبقى عندي جاهزه من الاول علشان اشتغل عليها. انت كل ما عليك هنا ان انت بتدخل تكتب اسامي الستاف بتاعك اللي موجود هنا، طبعا هنا من اول مره انت تكتب البروجكت نمبر بتاعك والامبلوي ومين اسم المالك واسم المقاول والكونسلتنت بتاعك، وبعدين الريفرنس بتاعك والشيت ده رقمه كام، ده كام على كام، يعني انت بتقدم كام شيت في الريبورت ده، وبعدين تكتب عندك الايكويبمنت بتاعتك، وبعدين تكتب الماتيريالز اللي انت هتدخل فيها، وتحدد عندك الجو بيبقى عامل النهارده ازاي، هل هو مشمس ولا في سحاب، ولا الدنيا هتمطر، ولا في تراب، ولا ايه بالظبط، وبعدين تقعد تكتب الديسكريبشن بتاعت الشغل بتاعك. تفضل بعد كده هنا بتمضي هنا بعدين في الاخر ان هو ده المفروض مين اللي عمل ده، الاسم والامضه بتاعته في الاخر، مين لو حد عنده اي نوتس بيكتبها هنا، او لو مين اللي بعت الريبورت ده بيتكتب. فمهم جدا التابلتس دي تبقى جاهزه زي ما قلنا. طيب نرجع تاني ونشوف التابلتس بتاعت الترانسميتال اوف درونج. هنا قلنا دايما الجزء ده ما بيتغيرش عندنا في اي مشروع او في اي حاجه، لان انت هنا محتاج ان انت تكتب بروجكت نمبر، الانجينير، الامبلوي، الكونتراكتور، الجزء ده كده بيفضل عندك ثابت، الجزء ده اللي انت بتبتدي تشتغل عليه، الريكوست نمبر والريفيجن، وبعدين الديت. ترانسميتر اوف دوكيمنت اوف دروينج احنا بنبقى محتاجين منها ان احنا نبعت دروينج تعتمد من الاستشاري علشان يبتدي يشتغل عليها. دي بنقابلها في اكتر من نوع دروينج، بنقابلها في الشوب دروينج، بنقابلها في الاسبل، الاثنين نفس الفول، بس بتفرق ان انت الداتا اللي انت بتكتبها فيها. فاولا في اذا كانت شوب دروينج، فانت اول حاجه بتكتب في جوب ديسكربشن هنا اسم الشوب دروينج او الموضوع اللي انت عاوز تسلم بيه اللوح بتاعك، بعدين بتيجي تكتب هنا الريفرنس الاريا اوف ابلكيشن بتاعك علشان تقول ان الجزء اللي انت بتنفذه ده هتنفذه فين بالظبط في المشروع. تالت حاجة بتكتب هنا الدروينج ريفرنس. تفتكروا هنا ايه الدروينج ريفرنس اللي بيكتبوه هنا؟ الدروينج ريفرنس اللي بتتكتب في الشوب دروينج بالظبط كده، رسوم الديزاين. الديزاين ريفرنس اللي هو استعمله، اللي هي اللوحة الأصلية اللي الديزاينر اداها له وهو بيبتدي ان هو يطبقها على المشروع، يبتدي ان هو يطلع عليها اللوح بتاعته. فهنا اول حاجه بيكتب هنا الديزاين دروينج ريفرنس اللي هو استعمله في انشاء الشوب دروينج ده. تمام، يجي بعد كده هنا يكتب الايتم ريفرنس، الريفرنس بتاعه بتاع اللوح اللي هو مقدمها بتاع الشوب دروينج، بعدين الريفيجن بتاع الدروينج دي، وبعدين الديت، عدد النسخ اللي هو مطلعها، واخر حاجه الديسكريبشن، اسم اللوحه او التايتل بتاع اللوحه بتاعته.
بعدين بيحدد هنا هو محتاج ان هو يبعت الدروينج دي ليه، هل هي مربوطه في انفورميشن، في الابروفال، في تشيكينج، في ريفيو اند كومنت، ايه هو بالظبط المطلوب منه من اللوحه اللي هو هيبعتها لي. بعدين لازم تكون ممضيه بامضه مدير المشروع، مكتوب اسم مدير المشروع وممضيه بامضته علشان يبقى سهل عليه ان هو يقدر يتعامل معايا. يا جماعه الشاشه شغاله معاكم ولا مش شايفينها؟ تمام شغال. طيب معلش اللي مش شغال يقفل البرنامج ويرجع يفتح تاني. طيب هنيجي بعد كده نتكلم الجزء اللي فوق ده كله اللي بيملاه كل الكونتراكتور، او هو مسؤول عن الجزئيه دي اللي بيملاها لحد الامضه بتاعت مدير المشروع. يجي بعد كده الاستشاري بعد ما يخلص امضته بيختار له اي اكشن من الاكشنز اللي هو هيتعامل بيها، اذا كانت ابروفد، ابروف از نوتد، ريفايز اند ريسبمت، او ريجكت. بعدين يكتب الكومنتس بتاعته هنا، زي لو فاكرين ان احنا اتكلمنا قبل كده لما كنا بنتكلم على الكواليتي تشيك بتاعت الدوكيمنتس، كنا قلنا ان مسؤوليه الدوكيمنت كنترول هو بيستلم السبميت لاول مره ان هو يراجع الريكوست نمبر، يراجع الديت، يراجع الجوب ديسكريبشن، السبجكت ديسكريبشن هنا، وبعدين يراجع ان محطوط هنا الابلكيشن الاريا اوف ابلكيشن مظبوطه، ويراجع ان الريفرنس نمبر ده ان هو موجود تمام، وبعدين يتاكد ان كل الحاجات اللي موجوده هنا ريفلكتد على الدروينج نفسها علشان محطوطه بشكل صحيح وموجوده فعلا. ويتاكد كمان ان المطلوب من اللوحه ده ان هو مختار حاجه من الاختيارات دي عشان يتاكد ان هو محتاج ايه بالظبط في الدروينج دي او في السبميت اللي هو بعته ده تمام. ولازم برضو يتاكد من السيجنتشر ان هي موجوده، ومن اسم مدير المشروع ان هو موجود، واخر حاجه قلنا الاتاتشمنت لازم يتشيك عليها ان هي مقريه وان هي واضحه، وان هي تكون محطوط عليها الختم بتاع ختم المقاول علشان نتاكد. ده كده الجزئيه الاولى بتاعت الكواليتي تشيك اللي احنا بنعملها لما بنيجي نستلم السبميت لاول مره. بعد ما السبميت بيدخل للانجينير عندنا وبيبتدي ان هو يطلع لي بالكومنتات، ابتدي ان انا اتشيك خلاص الجزء اللي فوق ده احنا مش هنتشيك عليه في اي حاجه تاني، ابتدي يتشيك على الجزء اللي تحت. مهمتي هنا ان انا اطلب ان انا اتاكد ان المهندس اخذ اكشن من الاكشنز دي، اذا كانت ابروفد ولا ابروفد نوتد ولا ريفايز ولا ريجكت. انا ما يهمنيش هو مختار ايه، بس يهمني ان تكون الكودز اللي هو مختارها هي تكون ريفلكتد في الكلام الموجود ده. بعدين ان هو يكون كاتب الانجينير الكومنتس بتاعته هنا تمام بطريقه واضحه وبطريقه يقدر اي حد يعرف يقراها. ولو في اتاتشمنت هو بيريفير لي هنا اتاكد ان الاتاتشمنت ده معايا، ان مهندسين كتير بيكتبوا ان مثلا اتاتش بيحط مثلا لاي اوت على سي دي بيقول لك اتاتش سي دي، وانت تيجي تتشيك على اللوحه تلاقي ما عادش سي دي. فانت بتتشيك على هنا ان كل الكونتنت بتاع الكومنتس بتاعته ده موجود وكامل وما فيهوش اي مشاكل. بعدين بتتاكد ان مدير المشروع ماضي هنا وحاطط التاريخ، وان الدنيا كده تمام بالنسبه لي، الدوكيومنتس كده تمام. طيب ده كده بالنسبه للترانسميتر اوف درونج لو انا بستعملها على الشوب درونج. طب لو انا بستعمل الفورم دي للاسبلت، تفتكروا ايه اللي هيبقى مختلف؟ لما اجي اقدم اسبلت بنفس الفورم دي ايه اللي هيكون مختلف في الفورم دي؟ ريفيجن سبجكت، ما انت هتكتب الريفيجن والسبجكت بتاعت الدروينج الاكواد. ايه اللي هيبقى استاذ محمد طه، ايه اللي هيبقى مختلف في الاكواد؟ ايوه بالظبط، ان البي مش موجود في الازبلت. انا بالنسبه لي عندي ان الازبلت عندي تلات اكواد فقط، ابروفد ريفايد اند ريسبمت وريجكت. البي مش موجوده، ابروف از نوتد مش موجود، لان لا اما الرسمه بتاعته دي صح وبترفلكت الواقع، لا اما مش صح الموضوع والتاريخ تمام. ايه تاني؟ ايه تاني هيتغير في الفورم دي عن الفورم بتاع الشوب فورم؟ طب الدروينج ريفرنس، ايوه بالظبط كده الدروينج ريفرنس. الدروينج ريفرنس اللي انا بكتبها هنا دي تبقى عباره عن دروينج ريفرنس للشوب دروينج اللي انا خدتها ابروفد اصلا. فانا كدوكيمنت كنترول لما باجي استلم بتشيك على الاتي، بتشيك اول حاجه على الريفرنس نمبر، على الديت ريفرنس نمبر اند ريفيجن، وعلى الديت وعلى الديسكربشن ده ان هو ده فعلا مطابق للوح دي، والاريا اوف ابلكيشن، وبتاكد ان الشوب دروينج اللي هو حاططها لي في الريفيجن هنا او في الريفرنس هنا هي شوب دروينج صحيحه ومتوافق عليها قبل كده، اتقدمت لي قبل كده في الشوب دروينج وخدت ابروفد، وانا دلوقتي هو بيسلم عليها اسبل، لان وارد ان هو يسلم لك هنا حاجه مثلا تكون لسه ريفايز او تكون ما اتقدمتش اصلا شوب دروينج، وانت عملت لها اسبل ازاي وهي مالهاش شوب دروينج. فلازم تمشي بالطريق بالسيكونس الصحيح بتاعها، لازم اتاكد ان الدروينج ريفرنس هنا مظبوطه وهي فعلا بتريفير لشوب دروينج صحيح، شوب دروينج انا استلمته قبل كده، شوب دروينج ابروفد، ودي اهم حاجه احنا بنكتبها. عشان كده احنا دايما بنطلب من المقاول
ان هو لا اما يرفع الكفر ليتر بتاع الترانسميتر بتاع الشوب دروينج، او ان هو اتليست يكتب هنا الرقم بتاعه والريفيجن بتاعه صحيح عشان اقدر ارفلكت الدروينج دي واتاكد تو ميك شور ان الدروينج دي صحيحه. طيب ايه كمان هنا تاني برجع اراجع، وبراجع برضو هنا نفس القصه الايتم ريفرنس بتاعت اللوح، الريفيجن، الديت، الكوبيز بتاعتي هل هي كم عددها قد ايه، هل هي مطابقه للعقد ولا لا، وبعدين الديسكريبشن، وبعدين السبب للسبمشن، وراجع برضو التواريخ، وابتدي بعد كده لما تطلع من عندي خلاص الابروفد بتاعها او تطلع الاكشن بتاعها ابتدي اراجع الكود بتاعها وابتدي اراجع الكومنتس بتاعتي. تمام، احنا كده خلصنا الجزء بتاع الدرون. ايه كمان بنيجي نسال عليه هنا او بنبص عليه هنا تاني، السايت انستراكشن. الفورم بتاع السايت انستراكشن بتبقى عباره عن فورم بيطلعها المقاول، بيطلعها سوري الاستشاري علشان يستلمها المقاول عزبير الانستراكشن اللي هو اداه. فالفورم دي بتبقى عباره ان في فورم حد بيجهزها، هو دخل شايف ان في غلطه في المشروع، شايف ان عنده مشكله في المشروع، فهو بيديله انستراكشن، او شايف ان في حاجه مش مطابقه هو بيديله انستراكشن. ده اول حاجه اللوج بتاع السايت انستراكشن بتاعنا. اول حاجه بتكتب هنا الدروينج السايت انستراكشن ريفرنس، التاريخ بتاعه، السبجكت بتاعه، هو issued by مين، مين اللي عمل له issues، وبعد كده ال instruction closed by ايه. ان دايما ال contractor لازم يقفل بورق، ما ينفعش ينزل يقول له ان انا خلاص عملت لك الحاجه دي خلاص هي كده اتقفل، ما ينفعش يكتب له comments على الفورم نفسها ويديها له، لان الفورم بتاعت site instruction ما فيهاش مكان يمضي فيها يكتب فيها او يقفل بيها الراجل بتاع ال contractor. تمام، فضروري جدا ان هو يرد عليه الترانسميتر اوف دوكيمنت بايه؟ بانسبكشن، باي حاجه ثانيه عشان يقفل الدوكيمنتس دي. فهو هنا بيقول لك ان الحاجه دي اتقفلت، ولازم ضروري ان هو يقول له اتقفلت باي ايه؟ لازم يكتب له ان هي الحاجه السايت انستراكشن اللي انا طلعته ده انا قفلته ازاي. تمام، فده كده اللوج بتاعه. نيجي هنا بقى بعد كده على السايت انستراكشن نفسها. دي كده السايت انستراكشن اللي عندنا هنا. يا برضو الشاشة عندي بتفصل. انتوا شايفين حاجة؟ ثواني كده. حصل مشكلة في الشير مش عارفة اشيرها تاني. طيب السايت انستراكشن برضو من ضمن الفورمز، خلينا طيب نحاول طب ان في الشير كده من ناحية تانية لو عرفنا نشيرها خلاص. اوكي، السايت انستراكشن بتبقى باين فيها او بيبقى مطلوب منها ايه؟ مطلوب منها ان هي تكون فيها السيريال نمبر بتاع السايت انستراكشن، الديت، البروجكت نمبر، دي مبعوتها لمين، السبجكت بتاعها ايه، مبعوتها لمين، مين الكونتراكتور المبعوت فيها، وبيكتب بعد كده كل التفاصيل بتاع السايت انستراكشن، واخيرا بيبقى عندنا ان هي مين اللي كاتب السايت انستراكشن دي، ومين اللي استلمها. ضروري جدا ان هو يكتب مين استلمها علشان يبتدي ان هو يشتغل عليها. تمام، نيجي تاني حاجه تانيه، ان هو لازم برضو تكون ممضي عليها من مدير المشروع. طيب بالنسبه للريكوست فور انفورميشن، نجرب كده تاني الشير يشتغل ولا لأ.
انتوا كده شايفين صح؟ تمام. هنا برضو قلنا برضو نفس الفورم اللي فوق دي بتفضل موجودة زي ما هي، احنا مش بنغير فيها اي حاجة. نبتدي هنا نتكلم بس على request number، ده اللي احنا بنبتدي نحط فيه request number والريفيجن بتاعنا والديت، وبعد كده هنا ده اسم الفورم بتاعتنا، وبعدين بنبتدي هنا نحط الريكوست بتاع clarification بتاعنا. هل انا محتاج ايه؟ انا محتاج ان انا في ايه في الديزاين مش مفهوم، او انا محتاج ان انا اعمل ايه، او ايه اللي انا بسأل عليه، او ايه الاقتراح اللي انا بقدمه للدروينج بتاعتي. فهو بيكتب هنا كل الكلاريفيكيشن المطلوب اللي هو محتاجه، وبعد كده بيمضي وبيمضي وبيكتب اسم مدير المشروع. بيجي مدير وبيجي بعد كده المهندس الاستشاري بيكتب الكلاريفيكيشن بتاعه هنا وبيمضي عليه، يحط السبجكت بتاعه، وبعد كده بيحط السيجنتشر والديت. تمام، دي كده الفورم دي كده تمام. الريفرنس والريفيجن بيتكتبوا فوق هنا في الريكوست نمبر. يعني احنا دايما عندنا ريكوست نمبر هنا بنجمع فيه الاثنين علشان يبقى عندنا الموضوع سهل. لو حضرتك بتتكلم عن الريفرنس اللي هو بيتبعه هنا، هو المفروض ان هو فعلا هنا بيكتب ريفرنس، هو بيسأل على ايه، الديزاين دروينج اللي هو بيسأل عليه، او اي ريفرنس هو بيستخدمه، اذا كان دروينج او شوب دروينج او وات ايفر هو بيسأل عليه. تمام، الريليتد بالظبط كده. دي بالنسبه للفورم دي. طب ايه تاني عندنا؟ عندنا material submitted. ادي كده material submitted، نفس القصة برضو، هنا برضو بنكتب ال request number وال revision بتاعه وال date، بعد كده ببتدي املأ البيانات بتاعتي. نيجي على material for approval، submitted for approval of material، او اللي احنا بنسميه ماتيريال سبميتد. بنكتب اول حاجه الديسكربشن، ايه نوع الماتيريال اللي انا محتاج لها ان هي يحصل لها اعتماد، نوع الماتيريال دي ايه بالظبط. احط هنا نوع الماتيريال بتاعتي، بكتب كل الديسكربشن بتاعه بالكامل. ويفضل دايما في الماتيريال سبميتد ان انا لما اجي اقدمها ان انا بقدم ايتم واحد بس، ما ينفعش ان انا اقدم اكتر من ايتم، لان اكتر من ايتم هيوقف لي الاعتماد بتاعي. لان انا بالنسبه لي لو عندي اكتر من ايتم انا بعته الاعتماد، ممكن في حاجات تعتمد وفي حاجات ما تعتمدش، فبالتالي لما يجي هو يوقف لي الحاجه هيديني الكود، مش هبقى عارف الكود بتاع انه ايتمز فيه. فيستحسن ان احنا هنا ان احنا نحط ايتم واحد بس في الديسكربشن. بعد كده هنا بنتكلم على الاريا اوف ابلكيشن، وبعد كده الدروينج ريفرنس، السبيكس ريفرنس، البي او كيو، الستاندر. احنا اتكلمنا هنا قلنا ضروري جدا ان الموجود يبقى البي او كيو ريفرنس موجود عندنا، والسبيكس نمبر تكون موجوده عندنا، علشان يبقى سهل ان احنا نتراك الحاجات دي فيما بعد في الماتيريال ديليفر تو سايت، ما تبقاش بالنسبه لنا صعبه. تمام، كمان من المهم ان هو يكتب في الفورم دي الكومباني نيم، اسم الشركه اللي هو المفروض السبلاير، كل بيانات السبلاير، اسم الشركه وعنوانها، ولو هي ليها هنا مورد داخلي او لوكال ايجنت هنا لازم برضو يريفير لي. من ضمن الحاجات برضو اللي مهم جدا ان هو يريفير ليها في الماتيريال دريفر الماتيريال سبميتال، ان هو يكتب بلد المنشا بتاعتها ايه وكل بياناتها، هل هي لوكال، هل هي بتتصنع هنا في مصر، ولا هي بتستورد من مكان تاني. وكمان لازم هنا يريفير للفترة اللي هو هيبعت فيها الحاجات دي، الحاجة دي هتبقى متوفرة امتى في المشروع، وان هو الماتيريال دي المفروض ان هي تبقى مطلوبة امتى في المشروع، يعني حسب السكادول بتاعه لازم يراجع البلاننج علشان يتأكد ان هو الحاجة دي المفروض امتى تكون متوفرة في المشروع ده. واخر حاجة السيجنتشرز هنا، وبعدين الاكشن زي ما احنا طلبنا. الماتيريال سبميتال هنا بيبقى عندنا حاجات مختلفة شوية. أول حاجة بيبقى عندنا الأكشن كودز العادية اللي احنا عارفينها، approved و approved as noted و revised and resubmit و reject. وبعد كده بيبقى عندنا requirement تانية احنا بنبقى محتاجينها for more clarification. يعني ممكن مثلا يكون هنا طالب sample فيكتب هنا sample required، يعني لازم يكون معلم على حاجة من الأربعة دول، وبعدين يرجع يعلم على حاجة تانية كمان من ضمن samples التانية. يعني هو محتاج sample زيادة مثلا، أو هو ممكن يكون مقدم له data sheets بس من غير samples، فهو بيبقى هنا بيقول إن هو محتاج، أو إن الماتيريال دي بتبقى محتاجة إن هي تعمل لها test، هي برضو بيريفير ان انا برضو الماتيريال دي محتاج ان انا اعمل لها تست، او ان هو محتاج داتا تانية، في داتا تانية ناقصة، في انفورميشن تانية هو حاسس ان هي مش كفاية، فهو هنا برضو بيختار ده، او ان هو الاجريمنت بتاعت الماتيريال دي او المنتج ده محتاج ان هو يشوف الاجريمنت بتاعته عامل ازاي. فهو مانداتوري عليه ان هو يختار واحد من الاكشن كودز اللي متعرف عليها، ممكن يختار اي حاجة من دول ان بارل مع اللي فوق. تمام، ده كده بالنسبه للماتيريال سبميت.
معلش انا بتكلم بسرعه علشان احنا عاوزين نلحق نخلص النهارده اكبر كم، لان احنا الجزء بتاعنا ده النهارده بس اللي هنخلصه ان شاء الله، عايزين نخلص اكبر كم منه. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن ايه في بعد الماتيريال سبميتال، عن الشوب درونج. شوب درونج احنا خلاص ناقشناها في في الترانسميتال اوف درونج. نيجي بعد كده نبص على الانسبكشن. هنا اهو ادي الانسبكشن. احنا بنتكلم عن ريكوست فور انسبكشن. الريكوست فور انسبكشن بيطلع ريفير او بيطلع اكوردنج ايه، اكوردنج الشوب درونج نفسها. تمام، فقلنا هنا ريكوست نمبر والريفيجن والديتس، دي الحاجات اللي احنا بنبتدي نغير فيها. نيجي بعد كده هنا اول حاجه بيتكلم اذا على التايب، فاحنا بنتكلم على التايب بتاع الريكوست، التايب بتاعه بيلدينج. بعد كده لازم احدد هنا الانسبكشن تايم اند ديت، لان المفروض الطبيعي ان الانسبكشنز بتطلع قبل ما الشغل يتسلم. يعني انت المفروض هتنزل على انسبكشن كمان ساعتين او بكره مثلا، فانت المفروض تسلم للمهندس الريكوستات بتاعته النهارده عشان يبتدي يجهز وقته على اساس ان هو هيروح. فهنا لازم ضروري ان يتكتب الانسبكشن تايم اند ديت علشان يبتدي يرتب السكادول بتاعه عليه. بعدين لازم تحدد اللوكيشن بتاع الجزئيه اللي انت عاوز تسلمها، هل هي تحدد البيلدنج، تحدد الدور، تحدد لو في elements، لو في زون، يبقى انت محدد كل الحاجه بتاعتك دي علشان تقدر ان هو يطلع لك المكان المحدد بتاع الانسبكشن. بعد كده لازم تحدد الانسبكشن ده طالع اول مره ولا تاني مره ولا تالت مره عشان برضو يبقى عارف. وتبتدي بعد كده هنا تكتب البيربوس اوف انسبكشن اللي هو ده بتاع ايه، يعني الانسبكشن ده بالظبط طالع بتاع ايه. هل طالع مثلا للستراكشر او للسيرفير او للاركتكتشر او للميكانيكال؟ لازم تحدد، لان وارد ان الانسبكشن ده يبقى طالع لاكتر من تريد، فلازم يبقى عارف ان هو مين اللي هيطلع عليه وهيطلع يعمل ايه بالظبط. وهنا اخيرا بنكتب هنا الديتيلز بتاعت الانسبكشن، الديسكريبشن بتاعه بالتفصيل علشان يبقى واضح ان هو بتاع ايه. وبعد كده اتكلمنا هنا عن اسم مدير المشروع والامضه بتاعته، وده اخر حاجه الانسبكشن ريبورت اللي هو بيبتدي يكتب فيه كل الكومنتس بتاعه الانجنييرنج، وادي الاكواد اللي احنا متعرف عليها. تمام، ده كده الانسبكشن ريكوست. في ريكوست تاني احنا برضو بيطلع لنا بس اكوردنج الماتيريال سبميت اللي هو اسمه انسبكشن فور ماتيريال ديليفر تو سايت. اللي هو ده تمام، انسبكشن ماتيريال تو سايت بتطلع اكوردنج الماتيريال سبميت. عشان كده احنا قلنا لازم الماتيريال سبميتر يكون موجوده فيها البي او كيو ضروري جدا، ويكون مكتوب فيها بالتفصيل هي انهي بي او كيو والسبكس. هنا السبكس احنا مش بنستعملها، بس هنا بنستعمل بي او كيو علشان لما تيجي الماتيريال بتدخل عندي المشروع لازم اتاكد ان الماتيريال سبميتر نفسها ابروف. زي ما انا براجع الانسبكشن ان الدروينج الموجوده فيه بتبقى عباره عن دروينج متوافق عليها، الشوب دروينج يكون متوافق عليها واخده ابروف، انا برضو هنا لازم اتاكد ان الماتيريال سبميت تكون واخده اب. قلنا ريكوست نمبر والديتس دي خلاص. يجي بعد كده هنا نكتب الديسكريبشن، لازم يكون الديسكريبشن مطابق للديسكريبشن الموجود في ماتيريال سبميت. الجزء ده كله كده متاخد كوبي بيست من ماتيريال سبميت. يجي بعد كده الماتيريال سبميت ريفرنس، هنا لازم يكتب لك الماتيريال سبميت ريفرنس اللي توافق عليها بلس ريفيجن، ولازم يقول لك هي متوافق عليها امتى علشان انت يبقى سهل عليك ان انت تتراك الدوكيومنتس دي وتعرف تجيبها وتتشك ان هي فعلا متوافق عليها. في دايما كتير كونتراكتورز بيقوموا حاطين اتاتشمنت للكفر ده نفسه عشان يسهل عليك انت ان انت تقعد تدور، ما تقعدش تدور كتير، ان هو اكيد هو مطلعه اكوردنج الماتيريال فهو عارف يوصلها بسهوله، ما بيخليكش انت تقعد تدور ولا في لوجات ولا في دوكيومنتس موجوده عندك. بعد كده هنا بي او كيو نمبر لازم تبقى برده مطابقه على البي او كيو اللي موجوده في الماتيريال سبميتد، والكوانتيتيز ضروري جدا ان هو يبقى كاتب الكميات اللي هو دخلها للمشروع. لو هي كميات كبيره وانت مش هيقدر ان هو يكتب التفصيل بتاعها هنا، لازم ياتاتش ورقه فيها كل الكميات، يعني لازم يكتب لك هنا اسبير اتاتش علشان يبقى دي مطابقه للكميات اللي انت ان هو هينزل يستلمها تحت. انت ما يهمكش الكميه قد ايه، لان مش انت كدوكيمنت كنترول مش انت اللي بتراجع عليها، المهندس المسؤول هو اللي بيتشك عليها هو اللي بيراجع. بعدين بيكتب هنا بيانات المورد بقى في كل حاجه، الاسم المورد والموديل والحاجه دي جايه
جاية هنا متصنعة في مصر ولا لأ، الأرايف ديت بتاعها المفروض إمتى، دخل السايت إمتى. لازم الديت بتاع تاريخ دخول السايت هنا يكون نفس الديت الموجود على إذن استلام المخزن، لأن ما ينفعش يكون هو جابها رماها بره السايت يومين تلاتة مثلا، في ماتيريالز كتير بتبوظ أو بيحصل لها دامج، وبعد كده بيرجع يدخلها الستورج بتاعها. فانت لازم تتاكد ان الديت اللي داخل فيها هو نفس الديت بتاع اذن استلام المخزن، تمام. بعد كده لازم هنا يكتب لك اللوكيشن بتاعها، هي متخزنه فين، هل هي متخزنه في ادوار مثلا او متخزنه في المخزن نفسه، ودي الامضاءات خلاص تمام. في بعد كده شويه اسئله هنا بيتسال عليها المهندس وهو نازل يعمل تشيك على الماتيريال. اول حاجه بيتاكد ان هي مش دامج، ان هي ما حصلهاش اي تلف في الفتره اللي هي كانت في التخزين بتاعتها. تاني حاجة بيتكلم هل هي كل التفاصيل اللي هي كانت مكتوبة على الماتيريال دي فعلا صحيحة ولا مش صحيحة. وبعدين بيتأكد إن الماتيريال سبميتد نفسها، إن السبميشن ده متوافق عليه ولا مش متوافق عليه. وآخر حاجة هنا بيقول إن هل هي بتبقى، هل فيها اكسسوري أو فيها قطع غيار مثلا موجودة ولا ما فيهاش. بعدين هنا بيتكلم عن التفاصيل، بيكتب الكومنتات بتاعته في التفصيل. بعدين آخر حاجة هنا بيكتب إذا كانت مطابقة أو غير مطابقة. هنا بقى ما عنديش الأكواد بتاعت approved و approved as noted و revised، لان هنا انا ما عنديش اي كريتيريا للموافقه غير ان هي يا اما هي مطابقه للمواصفات وانا هستلمها وتمام وهتدخل المشروع، او ان هي مش مطابقه للمواصفات وهتطلع بره ودي مش هستعملها ومش هتعامل بيها في المشروع بتاعي، تمام. في بقى عنده هنا لو عنده اي مش اي اي كومنتس زياده عاوز يضيفها بيضيفها بقى هنا، تمام، وبيمضي وبيكتب التاريخ بتاعه. ده كده بالنسبه للماتيريال ديليفر تو سايت. تمام، شوف ايه تاني كده بقى لنا. خلاص احنا قلنا الاسبلت خلاص احنا معتمدين عليه زيه زي الشوب جروينج. في بعد كده الترانسميتر اوف بعد كده هنتكلم على ترانسميتر اوف دوكيمنت. بنبتدي برضو اول حاجه في اسم الفورم، دي حاجه مهمه جدا انت تبقى حاطط اسم الفورم في مكان ظاهر عشان تبقى عارف الفورم دي بتتكلم عن ايه. مهم جدا برضو ان انت وانت بتكتب الريكوست نمبر او الريفرنس نمبر بتاعك ان هو يبقى معبر عن الحاجه اللي انت بتكتبها، يعني يبقى انت باول ما تشوف ان تي دي تفهم ان ده ترانسميتر اوف دوكيمنت، اس دي بتكتب ان تفهم ان دي شوب كرونج. ضروري انت تبقى كاتبها بالمصطلحات او بالاختصارات اللي احنا متعارف عليها علشان تبقى سهله عليك في التراكنج بعد كده. تيجي هنا بعد كده اول حاجه هنا مهمه في الترانسميتر اوف دوكيمنت ان انت تكتب نوع الدوكيمنتس اللي انت مقدمها دي، هل هي داتا شيت، هل هي كاتالوجز، هل هي سكادولز، هل هي ريبورتس، هل هي تيست، اي حاجه، اي نوع من انواع الدوكيمنتس دي. ضروري جدا ان انت تفهم وتبقى عارف انت الدوكيمنتس دي مقدمها عباره عن ايه، تمام. بعد كده لو عندك اكتر من ايتم في الدوكيومنتس هنا بتكتب الايتمز بتاعها وبتكتب الفول ديسكريبشن بتاعها واضح علشان الناس تقدر تعمل لها تراك وانت نفسك تقدر تعمل تراك عشان ما تضطرش انت تدخل في الديتيلز بتاعه الاتاتشمنت، يبقى بالنسبه لك سهل ان انت تبص في الكفرز بتاعك وتعرف انت كنت بعت الكونتنت بتاع الحاجه بتاعتك. بعد كده الريفرنس نمبر لو انت مقدم الحاجه دي، الريفرنسز او الكومبلاينس لو انت فيها اي كومبلاين او اي حاجه انت محتاج ان انت توضحها. واخيرا السبب بتاع السبميشن اللي هو الانفورميشن، هل انت بعتها فور انفورميشن بس زي الريبورتات مثلا اللي احنا بنبعتها، انت بتبقى مش مستني عليها فيدباك، مش مستني عليها اي ريماركس، بس انت بتبقى بعتها عشان الناس تبقى عارفه ان الريبورتس بتاعتك طالعه في ميعادها وان هي تمام مظبوطه. تاني حاجه بتبقى بتبعتها للابروفل لو انت محتاج عليها موافقه، تمام، او ان انت بعتها للريفيو ان هو هيبص عليها وهيبعتها لك، او اي حاجه اذرز ثانيه انت بتكتبها له ان هي اذرز. هنا برضو كذلك الكومنتات هنا نفس الكومنتات بتاعت التكنيكال دوكيومنتس، بس بيفرق عليها ان احنا هنا عندنا اذر، زي ما انا عندي اذر هنا في سبب السبمشن فانا عندي اذرز برضو في الدوكيومنتس لما في الكود لما انا بيبقى مش مناسب ليا الكود ده او انا مش عارف مش محتاج ان انا، يعني مثلا ممكن تكون انت مثلا عاوز تدي ريمارك مثلا على ريبورت بس انت مش هو مش انت هو مش اكشن كود، هو انت مش مرفوض مثلا ولا حاجه، بس انت عندك ريمارك مثلا حاجه على ابديت سكادول مثلا، انت محتاج ان انت تبعت الابديت سكادول وهو في حاجه مش عاجباه او هو مش محتاج ان انت تبعته تاني، بس هو محتاج ان هو يكتب لك ريمارك ريبورت حاجه تاخد فيها بالك فيها كومنت تاخد بالك منه المره الجايه، تمام. فدي كده كل الكومنتات بتاعتنا بتبقى مكتوبه هنا، وبعدين كده كده الاكواد موجوده عندنا، فهو ده الترانسميتال اوف دوكيمنت، سوري.
نيجي بعد كده نبص ايه الفورم تاني اللي بقى لنا. السب كونتراكتور ابروفال سب كونتراكتور ابروفال اول حاجه بيبتدي في الكومباني نيم، دي عباره عن فورم بتبقى انت محتاج ان انت تعتمد مقاول باطن شغال معاك، انت عندك سكوب بتاعك كبير محتاج ان انت تعتمد جزء من السكوب ده تخلي حد تاني يجي يشتغل لك السكوب ده، ممكن تكون لاي سبب، ممكن تكون ان هو حاجه متخصصه جدا انت ككونستراكشن مالكش علاقه بيها، ممكن مثلا تكون حاجه مثلا زي مثلا توريد شغل مثلا بتاع الشالر مثلا او الحاجات دي، فبيجيب شركه متخصصه في الحاجات دي هي اللي بتشتغل عليها بالطريقه دي، فانت ممكن تديليجيت الجزء من السكوب بتاعك ده لحد تاني نفس السكوب بتاعك، ممكن يكون سكوب ايه مختلف عن السكوب بتاعك، فبالتالي انت لازم تكتب الكومباني نيم اسم الشركه بتاعته، بعد كده تكتب هو شغال في ايه نوع السكوب بتاعه هو شغال في ايه، تكتب كل التفاصيل بتاعته، السجل التجاري والبطاقة الضريبية وسابقة الأعمال والقوائم المالية بتاعته، كل الحاجات بتاعته والكمباني ستاف بتاعه، كل ما يخصه من معلومات لازم تحطها عندك هنا في السب كونتراكتور ابروفل وتعمل لها اتاتش وتبعت، وضروري جدا وانت بتعمل لها اتاتش ان انت تقول انت باعت ايه من الحاجات دي علشان يبقى سهل عليك ان انت تتراك الحاجة دي اتبعتت ولا ما اتبعتش. تمام، نيجي للسكشن الثاني بتتكلم ان هو ايه الجزئيه اللي هو هياخدها منك في الشغل بتاعه، تكتب البي او كيو ايتم بتاعتها وهي دي هتبقى في عباره عن قد ايه، ويعني كل ما يخصها ماديا يعني او إيه او من عن طريق الفاينانشال مثلا، فدي كده التفاصيل اللي انت محتاجها، دي بقى ما فيهاش اكواد، دي لا اما الراجل ده متوافق عليه وهيشتغل معاك، لا اما الراجل ده هيتكتب عنه كومنتس، وهتبقى محتاج ان انت تجيب الطلبات بتاعه المهندس اللي هو محتاج ان انت تزود له البيانات بتاعته، فدي ما فيهاش كود، دي لا اما انت هيشتغل معاك لا اما مش هيشتغل معاك، دي تبقى ملهاش علاقه بالاكل. تمام، طيب ايه تاني عندنا ناقص لنا؟ الاكسنت ريبورت دي برضو من ضمن الفورمز اللي احنا بنبقى محتاجين ان هي تبقى موجوده عندنا في الشركه علشان يبقى سهل ان احنا نتعامل فيها، لا قدر الله لو حصل اي حادث او حصل اي مشكله يبقى عندنا سهل ان احنا نتعامل بيها. اولا الاكسنت ريبورت لازم يطلع في خلال 24 ساعه من الاكسنت اللي حصلت، ممكن تكون ايكويبمنت مثلا حصل لها دامج، حادثه عربيه مثلا موجوده في المشروع، جزء من مبنى انهار، حد اتعور، اي حاجه من الحاجات دي لازم يطلع لها الريبورت ده عشان يبقى فولو اب للمشكله اللي حصلت. يعني بتلاقي هنا دايما كاتب ان المفروض ان البتاع ده يطلع في خلال 24 ساعة مش أكتر من 24 ساعة، والريبورت يكون جاهز إن هو يتبعت للاستشاري عشان يبتدي ياخد الأكشن فيه. أول حاجة بتكتب هنا البروجكت تايتل وبعد كده اسم الكونتراكتور وبعد كده البروجكت نمبر والأكسنت ريبورت نمبر. تمام، تدخل بعد كده تبتدي إن أنت تقول توصف الأكسنت اللي حصلت لك، هل هي حاجة علاقة بيها بالإكويبمنت، هل حد اتعور، هل مثلا هل هي حاجة أوتوماتيك وباظت، هل مثلا كاستمر جرى له حاجه، اي حاجه من الحاجات دي انت توصف وتكتب الديسكريبشن بتاع الاكسنت بتاعتك، وبعدين انت تكتب ايه الحاجات اللي اتضررت من ده. تمام، وبعدين تبتدي بقى تكتب مثلا الناس اللي اتعورت دي كانت عباره عن ايه، هل في حد كان ويتنس مثلا موجود كان حاضر لازم يكتب ويمضي على الريبورت ده، وبعدين تبتدي بعد كده تاخد تكتب الكوركتيف اكشن اللي انت شايف ان هي ممكن انت تتعامل بيها علشان المشكله دي ما تحصلش مره تانيه. فيجي بعد كده الريزيدنت انجينير او المهندس المقيم موجود في المشروع يبتدي يكتب الكومنتس، هل هي فعلا الكولكتيف اكشن اللي انت كتبتها دي مناسبه وفعلا وهتحل المشكله ولا مش هتحل المشكله عندي، لو ما حلتش بالنسبه لي المشكله هبقى خلاص هو هيكتب ان هو نو، يبتدي انت حضرتك تقدم حاجه تانية او تعمل محضر او تعمل اي حاجه علشان تثبت ان انت فعلا هتاخد بالك والاكشن ده مش هيتكرر تاني او الاكشن دي مش هتتكرر تاني بالطريقه دي. فبالتالي مهمة جدا الفورم دي تكون موجودة عندنا في المشروع، ومهم جدا إن إحنا نتعامل بيها بطريقة صحيحة. إحنا كده خلصنا الفورمز بتاعتنا، هل في عندنا أي استفسار في التامبلتس اللي إحنا اتكلمنا فيها دي؟ نرجع كده للفورم بتاعتنا الطبيعية. تمام، طيب
ده كده بالنسبة لكل التابلت اللي احنا بنتعامل بيها في المشروع، اللي احنا قلنا ضروري جدا ومهم جدا ان هي تبقى موجودة عندي من اول المشروع. طيب ندخل بعد كده في النسبة للسبميتلز، وايه الفرق ما بين السبميتل والترانسميتل؟ ممكن شرح عنها ان سي ار. تمام هستأذنك، طب نخليها طيب في الاخر. هي فورم الخطابات دي هنا مش مكتوب فيها اي حاجة، انا هوريك بعد كده فورم الخطابات، ممكن اخليها المحاضرة الجاية او ابعت لكم على الواتساب فورم بتاعة الخطابات، علشان لو فيها اي تعديل تاني هوريها لكم بشكل اوضح. لو في شيت يجمع لنا المحاضرات السابقة زي ما تم في جزء الايزو، هو ايه اللي تم في جزء الايزو؟ انا مش فاكر. معلش استاذ محمد سليم، بس ما تبقى توضح لي بس هو ايه اللي تم في جزء الايزو او الفورمز ده، عشان انا مش عارفه حضرتك محتاج ايه. ترانسميتر يحتوي اكتر، انتوا توهتوني عن السؤال عشان ما تجاوبوش. ماشي سبميتر فور ابروفال اونلي، ترانسميتر يحتوي اكثر من مستوى ترانسميتر بمعنى ادق رقم الموقع بتاع السبميتر رقم الكفر. اي حاجه ترانسميتر هو اي حاجه كفر محتاج. طيب نتكلم على الترانسميتر والسبميتر. السبميتر هو عبارة عن documents انت بتبعتها، عن تسليمة او documents انت المقاول بيبعتها للاستشاري علشان توافق عليها، علشان ياخد approval عليها، عشان يشتغل بيها في المشروع. انما الترانسميتر ده cover بتاع السبميتر ده، علشان يقدر ان هو يشتغل عليه او ان هو يبقى فيه بيانات اوضح. الترانسميتر كل الكفرز الموجودة عليه، أنا ترانسميت، أنا ببعت الحاجة دي من عندي لحد تاني علشان تبقى موجودة عليها الكفر بتاعها وتبقى واضح عليها داتا هو يقدر إن هو يترك. فأول حاجة هنا التعريف بتاع السبميتل إيه؟ أول حاجة التعريف السبميتل بيقول إن هو أي دوكيمنتس هتروح من الكونتراكتور للمهندس أو للاستشاري محتاجة موافقة علشان يستعملها في المشروع، هو ده التعريف بتاع السبميتل. طيب إيه تاني؟ إن هو ممكن يحتوي على معلومات بيديها المقاول، جاية واخدها من المقاول من الديزاين مثلا، أو واخدها من الدروينج اللي عنده ومحتاج إن هو يعدلها علشان يوافق بيها، ياخد موافقة بيها من الاستشاري علشان يتعامل بيها. تمام؟ طيب إيه هي الأنواع اللي إحنا بنتعامل فيها في السبميتس، أو إيه هي الدوكيومنتس اللي إحنا بنحطها في السبميتس؟ أول حاجة البرودكت كات شيتس، دي بتبقى عبارة عن شيتس موجودة فيها الموديل نمبر، موجودة فيها تعريف كل حاجة عن المصنع، وبتبقى موجود فيها كل السبيسيفيكيشنز بتاعت الداتا. تمام؟ فدي أول حاجة من ضمن الحاجات اللي بتتبعت في الترانسميتر أو في السبميتر. تمام؟ تاني حاجة الشوب دروينج، أي دروينج أنا بحاول إن أنا أبعتها من المقاول للاستشاري بتتبعت من خلال الشوب دروينج. تمام؟ بيبقى فيها إيه؟ بيبقى فيها الدايمنشنز، بيبقى فيها كل المواد اللي احنا بنستعملها، بيبقى فيها كل الفابريكنز اللي احنا استعملناها في المشروع، الكميات بتاعه الحاجه بتبقى موجوده برضو في الشوب دروينج. بعد كده السامبلز، لو انا محتاج ان انا ابعت للاستشاري سامبلز ينقي منها اللي هو يشتغل بيها في المشروع، برضو انا محتاج ان انا ابعتها له بسبميت. ايه كمان؟ الكالر اند فينش سيلكشن، الحاجات اللي انا ببقى مختار محتاج ان انا اختاره ان هو يختار منها الوان او يبعتها للديزاين الديزاينر عشان يختار منها الوان، زي الوان الازاز، الوان الاساس، الوان الحيطان، الوان المباني، كل الحاجات دي بتبقى محتاجه ان انا اقدم الكالر شيتس دي او الفانشنج بتاعتها علشان يبتدي ان هو يشتغل عليها. كمان الكارت شارت اللي احنا قلنا اتكلمنا عليه. بعد كده اي برودكت انا محتاجه ان هو يبص فيه، ابعت له الكومبوننتس بتاع اي برودكت او الكومبوننتس بتاع اي ماتيريال، برده محتاج ان انا ابعتها له في سبميت. واخر حاجه كل الماتيريال داتا اللي احنا اتكلمنا. طيب ايه الانفورميشن اللي مطلوب ان هي تكون موجوده في السبميتر؟
ايه الداتا اللي المفروض موجودة في السبميت؟ داتا شيتس، ديت، تايتل، ريفيجن، تمام. اللي انتوا بتتكلموا عليه ده كله موجود في الترانسميتر مش في السبميتر. تايتل والريفيجن والديت بالظبط واللوجو والستاتس ده كله موجود في ايه؟ موجود في الترانسميتر مش في السبميتر. السبميتر نفسه احنا اللي بنتكلم عنه هو التكنيكال داتا نفسها، زي مثلا الشوب درون محتاج ان انا يكون فيها الكوانتيتيز بتاعت الداتا اللي انا بستعملها، الدايمنشنز، البرفورمانس، الديزاين كريتيريا اللي انا بتعامل فيه، كل ده بيبقى موجود في الشوب درون. بالنسبه للترانسميتر للسبميتر وفي ماتيريال ببقى محتاج ان انا اعرف مثلا الماتيريال، سبلاير، الكاتالوجز نمبر، الكاتالوجز كود، كل الحاجات دي، الداتا شيتس، كل الحاجات دي لازم تبقى موجوده في السامبل اللي انا بقدمه، تمام؟ طيب ازاي اقدر ان انا اعمل امبروف للسبميتلز بتاعتي؟ يعني انا دلوقتي عاوز ابعت سبميتل، انا مهندس مقاول عاوز ابعت سبميتل بتاعي، عاوز اقول ان السبميتل اللي انا بعته ده بروفيشنال، محتاج اعمل ايه؟ يا شباب related ref، تمام، relevant specs، اوكي، اكتب المواصفات as per specs، اوكي، contacts، تمام، UQ، مواصفات، تمام. عندنا هنا كام ستيب مطابق المواصفات، وفي داتا شيت، سابقة أعمال، انكلوجر، بالظبط كده، انكلوجر حاجة مهمة جدا، ريليتد رف، اوكي. أول حاجة أنا محتاج إن أنا أقول عليها إن أنا أحسن من السبميتر اللي أنا مقدمه، أول حاجة لو قدرت إن أنا أخليه يتقدم بطريقة أوتوماتيك يبقى دي حاجة جامدة جدا، هيسهل عليا كتير وهتبقى كل الداتا بتاعتي تمام. لو انا عندي سيستم بقدر ان انا اقدم منه الترانسميتر دي بدل ما اطبعه واقدمه هارد، بقى ده كويس جدا علشان اقدر ان انا اتابع الكلام ده، تمام. فاول حاجه احاول ان انا يكون عندي سيستم اقدر امشي بيه موضوع السبميترز بتاعتي. تاني حاجه ان انا اخلي كل المعلومات بتاعت السبميترز اللي انا مقدمها دي برايفت، مش كل الناس تبقى عارفه كل حاجه عن الدوكيومنتس اللي انا هتعامل فيها، او البروجكت انفورميشن تبقى معلنه عن كل الناس. تالت حاجه ان انا اعمل فلترز للسبميتلز بتاعتي، يبقى عندي فلترز شغاله عليها علشان اقدر ان انا اطلع ريبورتات بطريقه صحيحه وبطريقه واضحه، تمام. بعد كده ان انا اخلي ان عندي في ايميلز نوتيفيكيشن للسبميتلز ان انا بستلمها، اخلي السيستم عندي ان انا وانس ان انا استلم سبميتل ان انا ابتدي اعملها ابعتها بالايميلز عشان تبقى كل الناس تبتدي تشتغل عليها، او كل الناس تبقى عندها نوتيفيكيشن بالمعلومات اللي هي موجوده عندنا. بعد كده سنترلايز سبميتل ماركت، ان انا اخلي السبميتلز بتاعتي سنترلايز موجوده في مكان واحد، مش موجوده عندي بس انا في الجهاز بتاعي ومفيش حد عارف عنها حاجه، يبقى كل الناس عارفه كل المعلومات الموجوده عنها والوارده فيها المختصين بالمكان، مش اي حد يبقى عارف معلومه مش المفروض ان هو يعرفها. وبعد كده ان انا بخلي اكتر من حد يقدر ان هو يتعامل في نفس السبميتل ده، اكتر من حد يقدر يراجع نفس السبميتل في نفس الوقت، مش لازم ان انا الديبارتمنت تخلص شغلها وبعدين يروح للديبارتمنت التاني. لو انا الديستريبيوشن ليست بتاعتي بتقول او الديستريبيوشن ماتريكس بتاعتي بتقول ان هو يتسلم لاكتر من حد في اكتر من مكان، يبقى لازم ان هو يروح لهم كلهم في نفس ذات الوقت علشان يقدروا ان هم يتابعوا الكلام ده. ولازم ان انا اخلي كل التيم بتاعي يكون updated بكل المعلومات الموجودة عندي علشان أقدر إن أنا أوصل لهم المعلومة الصحيحة في الوقت الصحيح. حاجة كمان إن لازم الـ status بتاعت الـ submittals بتاعتي تكون clear، لازم تكون واضحة، أبقى أنا عارف ما ينفعش إن أنا أكتب الـ status بتاعتي B على C، لازم لإما هي B approved as noted ومحتاجة إن هي خلاص هتنزل المشروع هتشتغلوا بيها، أو إن هي C محتاجة إن هي تعمل لها revised ومش محتاجين إن هي محتاجين إن إحنا نعمل لها revision تاني، مش هينفع إن إحنا نعملها من غير أي revisions تاني، تمام؟ كمان لازم ان انا من السبميتر بتاعتي اقدر ان انا اعمل كاستم ريبورت، ان انا اقدر ان انا اعمل ريبورت لاي حاجه على اي مستوى انا محتاج ان انا اعمله.
قلنا الفلترز مهمة جدا في ان انا في السبميت اللوج بتاعي كمان من خلال الفلترز دي انا بقدر ان انا اعمل الريبورتات بتاعتي بطريقة واضحة. هل انا محتاج ان انا اعمل ريبورتات على كل التيم بتاعي او على كل التريدز اللي انا شغال عليها، ولا محتاج ان انا اعمل ريبورت بس على تريد معين، او محتاج ان انا اعرف هل كل اللي انا محتاج ان انا اعرفه، هل كل الاوتستاندينج دوكيومنتس محتاج ان انا اعرف ايه هي الستاتس بتاعتها، ولا محتاج ان انا اعرف ايه هي الحاجات الريفايلز اند ريسبمت اللي انا محتاج ان انا اطلع لها ريفيجن تاني. فان انا احاول ان انا اعمل كاستم ريبورت بطريقه واضحه علشان ابقى عارف انا بخاطب مين في الريبورتات بتاعتي. طيب الترانسميتلز بقى، قلنا ترانسميتل محتاجين فيه ان احنا هو يكون حاجه انت بتاخدها بتسلمها لحد تاني وبتعمل لها كفر علشان يبقى سهل عليه يعرف ايه الكونتنت بتاع الدوكيومنتس الموجوده عنده ده. تمام. طيب الترانسميتل بقى احنا بنبقى حاطين الداتا بتاعت الترانسميتل حاطين فيها ايه؟ ايه الداتا اللي المفروض تبقى موجوده في الترانسميتل؟ issue date بالظبط كده. شبتون ايه؟ title revision serial date reference number الموضوع ورقم المستند، اسم المشروع، تاريخ، كود المشروع، subject، كمان number بالظبط كده، number of attachment، تمام. مهم جدا في الترانسميتر بتاعي ان هو لازم يكون موجود فيه الديت سنت ديت. انا بعت الحاجه دي امتى، انا عملت ايشو للدوكيومنتس دي امتى. فاول حاجه السنت ديت، تاني حاجه السندر اند ريسيت انفورميشن، لازم ابقى كاتب الحاجه دي مبعوتها من مين ومين المفروض هيستلمها علشان يبقى واضح بالنسبه لي جدا ان الشركه يعني انا مثلا لو بعمل ريبورت او بعمل ترانسميتال، مهم جدا ان انا ابقى عارف الداتا دي رايحه لمين ومين اللي بعت الداتا دي. ما اقعدش انا ادور عليها اقول ايه ده، هو الريبورت ده جالي من فين او الترانسميتال ده جالي منين. فلازم تبقى واضحه عليه. حاجه كمان البروجكت نيم والنمبر والادرس كمان لازم يكون موجود. لازم ابقى عارف ان الداتا دي بتاعت البروجكت الفلاني، علشان لو انا شغال في البروجكت دلوقتي في السايت، فانا شغال في السايت في البروجكت ده بس انت لما ممكن لو بعت الدوكيومنتس دي للهيد اوفيس عندك او الهيد اوفيس في اي حد من الناس اللي شغاله معاك في المشروع، ممكن تتلخبط في دوكيمنت تانية لأنها مش موجودة عليها اسم المشروع ومش موجود عليها اسم أو رقم المشروع. كمان قلنا السبب إن أنت بتبعت الدوكيمنتس دي بتبعتها ليه؟ for information، for review، for comments، for action، أنت بعتها ليه؟ فالمهم برضو إن هي تكون المطلوب منها أنت إيه؟ تمام؟ فكمان مطلوب إن أنت تبقى موجود عندك مثلا الراجل اللي هيستلمها ده أنت محتاج إن هو يعمل إيه من الدوكيمنتس دي عشان تبقى واضح بالنسبة له. حاجه تانية كمان ليست اوف دوكيومنتس، يعني انا لو ببعت مثلا ماتيريال سبميتد حاطط فيها كاتالوج وحاطط فيها داتا شيت وحاطط فيها سامبل وحاطط فيها بتاع ده جزء من السباكس اللي انا بتكلم عليه، مهم جدا ان انا اعمل له فيها ليست علشان الليست دي تبقى تسهل عليه ان هو يقدر ان هو يعرف الكونتنت بتاعها ايه، علشان لو انا ضاعت من ورقه او في ورقه منه بالنسبه له ما كانتش واضحه او ما كانتش موجوده هو يعرف يراجع. ده كمان بيسهل على الدوكيمنت كنترول ان هو يراجع الكونتنت بتاع الدوكيمنتس دي عشان ما يقعدش يدور فيها ويبقى مش حاطط له فيها معلومات كافيه ويقعد يلف فيها طول الوقت. حاجه كمان مهمه ان هو لو في سيبريتورز يحط سيبريتور للسكشن او التشابترز اللي هو باعتها له علشان يبقى بيسهل عليه الوقت اللي هو بيدور عليه، ما يقعدش يفر ورقه ورقه. سيبريتور بتسهل علينا وقت كتير لما انت بتبقى عامل اندكس بره تدخل تبص على السيبريتورز بتاعتك هو عامل السيبريتور دي على ايه، بياخد الورق بدل ما تقعد تراجع في الحاجه دي ربع ساعه بتلاقي نفسك خلصتها في دقيقه، انت بصيت على السبريتورز بس ان هي موجوده وان كل الكونتنت ده موجود بطريقه صحيحه. تمام. فدي الحاجات اللي مهمه قوي ان هي تبقى موجوده. النمبر اوف اتاتشمنت مهم جدا ان هو يكتبه في الكفر عشان لو حصل اي مشكله للورق بتاعك او حصل مشكله في التصوير يبقى هو عارف ان في ورقه ضاعت او في ورقه حصل لها مشكله. مهم جدا ان هو يبقى مرقم الورق بتاع السبميت اللي جوه علشان لو حصلت جت ورقه قبل ورقه عشان يعرف ان هو يوصل لها. المهم ان الورق ده يكون مكبوع سوري مختوم، لان الختم ده هيوفر عليك وقت ان انت ممكن ان الورقه دي تتبدل بورقه تانية او يحصل لها اي مشكله. المهندسين مع بعض لما بيتعاملوا الديبارتمنت اللي هي بعيده عن الدوكيمنت كنترول ممكن يبدلوا ورق مع بعض، ممكن في ميتنج يقولوا لا هي الداتا شيت دي ما كانتش مظبوطه خد الداتا شيت دي، لا
لو انت عندك الدوكيومنتس دي مش مختومه وانت متاكد ان هي كنترول كوبي ودخلتها للمهندس، انت ساعتها مش هتقدر تفرق ما بين الورق الاوريجينال اللي انت مدخلها له والورق الفيك اللي طلع لك وان هو اصلا اتغير عنده وما اتغيرش عندك. تمام. فهنا السبميت اللي نقدر نستعملها ان احنا بنبعت السبميت عن طريق لو انا مثلا بقدر ابعت السبميت اما ببعت عن طريق الترانسميتر او ان انا ببعتها عن طريق سوفت وير او ان انا بيبقى عندي تابلتس وببعتها بالطريقه دي. تمام. ايه كمان؟ مفاجأة، احنا كده خلصنا النهارده. حد عنده اي استفسار؟ ترانسموتر ممكن يطلع له اصدار اخر او ممكن يطلع له اصدار اخر. table of submittal هي اسمها list of submittal. الترانسميتر ملوش ريفيجن لكن السبميتر له ريفيجن. بالظبط كده. الترانسميتر هو الكفر بتاع السبميتر، فطبيعي ان الكفر هيبقى عليه كل الداتا المطلوبه من السبميتر. احنا دايما قلنا ان الدوكيمنت كنترول مسؤوليته دايما الترانسميتر اللي بره ان هو بيراجع كل الداتا الموجوده فيه بره اكوردنج الداتا اللي جوه، فهو هيعرف يراجعها ازاي من غير ما يبقى متاكد ان هي اللي بره. تمام. طيب احنا كده عندنا استفسار من اول محاضره لحد رقم المحاضره رقم 14. في اي حد واقف مع اي حاجه؟ في اي حد محتاج ان احنا نعيد على جزئيه معينه؟ في حاجه مش واضحه في الكورس؟ الامتحان بالعربي؟ لا، الامتحان بالانجليزي للاسف. للأسف معظم المشاريع مفيش خانة في السبميتال بي او كيو. اه للأسف. السؤال بخصوص ال NCR، ال NCR بتبقى عبارة عن فورم بيقدمها بيسموها إن هي عدم مطابقة، يعني هو بيقدمها الاستشاري ولا بيقدمها المقاول؟ يقدمها الاستشاري ولا المقاول؟ بيقدمها الاستشاري. تمام. يقدمها الاستشاري للمقاول ان هو بيقول ان دي حاجه غير مطابقه للمواصفات اللي هو بيطلعها، فبالتالي المقاول بيكتب له الرد بتاعه عليها وبيبعتها له ان هو ده خلاص كده صلح الحاجه، ان هو خلاص ظبطها وخلاص هي كده بقت تمام. هي الفورم دي مش متواجده عندي، ان احنا ما كناش بنشتغل بيها، انا في شركتي ما كناش بنشتغل بيها، فبالتالي احنا ما عملتهاش. فهعملها ان شاء الله، اشوف لكم فورم وابعتها لكم على الواتساب. في محاضرة جاية قبل الامتحان؟ لا، هي دي آخر محاضرة. يعني الترانسميتال مالوش ريفيجن، السبميتال مالوش ريفيجن، الترانسميتال له ريفيجن. لو في تجميع المحاضرات السابقة بشكل مختصر، إيه والله هي المحاضرات كلها موجودة على اليوتيوب، يعني لو هو ده مش كافي عرفوني نعمل محاضرة مراجعة عشان الكونفرنس ريبورت. بالظبط كده. هيسهل علينا جميع المراحل مراجعة ما سبق. ليه هتسهل عليك إيه المحاضرة؟ هي كلها موجودة على اليوتيوب. محتاجين معرفة المعالم والخطوط العريضة للامتحان. هو الامتحان هيبقى فيه كيس ستادي، هيبقى فيه أسئلة عن كل اللي احنا خدناه. الأسئلة مش بتقيس هل انت مذاكر حافظ التعريف والكلام ده ولا لأ، بس هتبقى بتقيس انت فهمت ايه من المحاضرة، فهمت ايه من المحاضرات اللي احنا بنتكلم فيها. انت لو حد شغال في الكارير، ما عندكش يعني مش أول مرة تدخل الكارير معانا، هتلاقي نفسك بتحل الأسئلة دي كده سهلة جدا، إن هي أسئلة مش صعبة، بس في نفس الوقت هي بس بتقيس ما يعني حضرتك استوعبت قد إيه من الكورس بتاعك. هيكون في أسئلة على أيزو؟ طبعا هيكون في أسئلة على أيزو. الامتحان هيبقى عبارة عن تشويس وهيبقى فيه كيس ستادي. هي إيه الاختصار إيه؟ طبيعة الأسئلة في الأغلب الامتحان، هي الأسئلة كلها اختيار عشان بس يبقى سهولة الوقت، متقعدوش تقولوا كتير. ممكن شرح الشارت؟ أنهي شارت؟ ما خلوا أسئلكم محددة. محتاجين مراجعة محاضرة مراجعة؟ تمام. نوعية أسئلة الامتحان هي أسئلة اختيارية. ايه رايك في سيستم وراسكم ان جميع التقديمات الفنيه بتطلع بكفر ترانسميتال؟ ايوه، هو ده الصح، يعني بغض النظر عن ان هو مين اللي بيعمل كده، بس هو اسبلت الشبلونج ماتيريال سبميتال كل حاجه لازم تطلع بترانسميتال. وما هو هيبقى محتاج ان انت يعني هيراجع على شغلك ازاي ولا انت هتراجع على شغله ازاي؟
امتحان عربي ولا انجليش؟ انجليش. عاد الامتحان امتى؟ مش السبت الجاي، السبت اللي بعديه ان شاء الله. يعني ايه كيس ستادي؟ يعني احنا خدنا شوية assignment خلال فترة الكورس بتاعنا، هيبقى واحد من assignment اللي احنا خدناه، خليناكم ان انتوا تعملوا حاجات بايدكم معينة، هيبقى حاجة من الحاجات اللي احنا اللي انتوا عملتوها بايدكم. يعني اللي عمل الassignment هيبقى سهل عليه قوي ان هو يتعامل معانا في الامتحان. مراجعة ليلة الامتحان يا دكتورة؟ حاضر من عينيا. الاختصار بتاع ال NCR Non-Conformance Report، تمام؟ في أي أسئلة تانية ممكن نرد عليها لو حد حابب نفتح له الفويس عشان يسأل وقت ما هو عايز؟ داشبورد تشارت فور لوك، تمام. بس هو الوقت النهاردة مش هيسمح بإن احنا نشرح التشارت، بس احنا ممكن نشوف وقت تاني نشرحه فيه في وقت محدد للامتحان. اه طبعا في وقت محدد للامتحان، غالبا هيبقى ساعة يعني. مفيش تعب ولا حاجة، إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. جزاك الله وإياكم يا رب. طيب احنا هنعمل استفتاء كده على الجروبس بتاعت الواتساب، نشوف هل انتم محتاجين محاضرة مراجعة المحاضرة الجاية، ولا احنا خلاص هنكتفي بالداتا اللي موجودة على اليوتيوب، تمام؟ لو محتاجين اوكي مفيش مشكلة، مش محتاجين خلاص يبقى انتوا تقعدوا تذاكروا لوحدكم. يا ريت مراجعة، تمام. هي فين جروبات الواتساب؟ يعني انا هبعت لكم اللينك بتاعها. ده اللينك بتاع جروب الواتساب لو حد حابب ان هو يشترك. لو في نموذج او مصادر للتدريب على الاسئله، يا جماعه الموضوع مش صعب، مش عارفه انتوا ليه حاسين ان الموضوع هو يعني اول ما بتحسوا ان هو امتحان بتحسوا ان انتوا بتتوتروا، بس هو الدنيا لطيفه. يعني انتوا بس راجعوا بس المحاضرات اللي فاتت موجوده على اليوتيوب، ان شاء الله هتلاقوا الدنيا سهله. يعني احط لكم التشانل بتاعه اليوتيوب عشان لو حد مش لو حد لسه جديد معانا ما عرفش يوصل لها، فاحط لكم اللينك هنا بس انتوا تعرفوا توصل لها بسهوله. هو بي دي اف تلخيص هيبقى صعب، لان هو البي دي اف مفهوش، يعني احنا اوريدي انا مديالكوا كل الماتيريالز بتاعت المحاضرات اللي فاتت، فمش هتلاقي فيه حاجه البي دي اف، مش هتلاقي فيه تلخيص، بس ممكن تلاقي يبقى سهل عليك يعني تبقى موجوده الحاجات دي في ممكن تراجع المحاضرات اللي فاتت، تمام. انا بس مش عاوزه بس اسئله تضيع مني منكم. الشهادات استلمها بعد الامتحان،
الشهادات مع أستاذ أحمد حسام، هو بقى هيرتب معاكم القصص دي، ممكن تكلموه على الخاص وهو يمكن يرتب معاكم كل الحوارات دي. اجتياز الامتحان من كام؟ من 60% أو من 80، معرفش والله، يعني دي حاجة بتبقى خاصة بالأكاديمية مش خاصة بيا خالص. أنا كل ما عليا إن أنا بس أنا بعمل أحط الكوتشنز وهو ما بقى بيتابعه هو مين هيبقى إمتى. الامتحان في نفس الميعاد يوم السبت، مش اللي جاي، اللي بعديه ان شاء الله هيبقى بتاريخ، اللي جاي هيبقى واحد، اللي بعديه هيبقى 8. لو عملنا محاضرة مراجعة هنبقى عاملين محاضرة مراجعة يوم واحد، وهسيب لكم اسبوع تذاكروا، وبعد كده يبقى من يوم يبقى يوم 15. تمام، يوم المحاضرات علشان ما نعملش مشكلة في الجدول بتاعكم، كلكم عارفين إن إحنا بنبتدي دايما المحاضرات بتاعتنا يوم السبت الساعة 8، وما بنحاولش إن إحنا نغير الميعاد علشان كلكم بتبقوا مظبطين نفسكم على المواعيد دي. فإن شاء الله بإذن الله هيبقى في نفس الميعاد، فمش هنغير الميعاد. لو ممكن الامتحان يوم جمعة، بص موضوع إن إحنا هندخل يوم جمعة ده هيعمل لنا مشكلة، إن إحنا الناس كلها مرتبة وقتها على الميعاد ده، فمش عاوزين نغيره. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، بس انتوا مواعيدكم انتوا اللي هتختاروا. ولينك الحضور نزل، معلش تابع بس شويه الكويز الشات من فوق هتلاقي لينك الحضور موجود. كده اي اسئله تانية ممكن اجاوب عليها؟ يا ريت نبعت لينك الحضور تاني. حاضر، نطلب لك عليه. أشوفكم على خير إن شاء الله، وراجعوا كويس. هنتقابل على الواتساب فعلا محاضرة مراجعة ولا لأ، هنحاول نشوف نظبط وقتنا كده ونشوف الدنيا فين. تمام، جزاكم الله خير، نشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.